الاهلي كابتن محمود الخطيب، وهو بيكرم في التكريم ده رمزين كبار من رموز النادي الاهلي، الدكتور حسن مصطفى وكابتن حسن حمدي، القلاده الذهبيه للنادي الاهلي. دكتور حسن، بس عشان برضو حضراتكم كلكم تعرفينه وسيرته الحقيقه في العالم كله مش بس في مصر، لكن انا عايز اذكر حاجه انا كنت زعلان منه لما خد قرار نمسك الاتحاد المصري لكره اليد. كان واخد قرار ان اللعيب اللي عنده 30 سنه ومش في منتخب مصر يبطل. القرار ده طبعا قرار عاطفي للناس العاطفيين، يعني كان قرار الناس كلها زعلانه، ازاي انت بتحكم على الناس انها تبطل يعني 30 سنه وقادر على العطاء؟ قال لهم قادر على العطاء يبقى جوه منتخب مصر، لو مش قادر على العطاء يبقى يبطل عشان يدي فرصه للنشئ الصغار انه يطلع. قرار جريء جدا في زمن العاطفه فيه كانت زياده في شعبنا، وهي طول عمرها زياده في شعبنا العاطفه دي، فاي قرار صعب شويه الناس تزعل منه يعني. وكمان الناس بقى اللي بطلت اللي فوق ال 30 ومش في منتخب مصر وبطل، عمل لهم زي دورات، يبقى مدرب، يبقى اداري، يبقى حاجات تانية، يبقى نستفيد بخبراتهم اللي فاتت عشان نقدمهم برضو للمجتمع كجيل جديد. ده بالنسبه لمصر الموقف دوت، عشان انا بس بذكره. فهو كان انا شوف انا كنت زعلان، لكن عرفته بعد سنين طويله لما شفت التطور الكبير جدا اللي حصل في الرياضه المصريه، خاصه كره اليد او في كره اليد المصريه. عرفنا كان هدف القرار ده ايه من قبليه ب 20 سنه علشان تكون كره اليد المصريه في مصاف اكبر دول العالم في كره اليد، ودايما في المربع الذهبي، حاجه من الحاجات الحقيقه المشرفه جدا. ده بالنسبه لمصر وما حدث فيها لما كان بقى او لما زال موجود دلوقتي في الاتحاد الدولي لكره اليد. يا جماعه، لما يكون انسان مصري ويكون في الاتحاد الدولي ل 20 سنه متتاليه ومنها بالتزكيه، يبقى احنا كل العالم بيقدره. بس هنا نقدر نقول حسن مصطفى وكفى. طبعا دي القلاده الذهبيه. اللي انا عايز اقوله ان يعني حاجه تسعدني جدا ان انا اتكرم في بيتي في النادي الاهلي اللي انا قضيت فيه وقتي كله او عمري كله. ففي الحقيقه احب ان انا اشكر مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب ده ايقونه للرياضه المصريه مش في كره القدم فقط، ويعني قدوه للشباب مصر. ولو سيادتك مثلا يعني متعايش معاه في اي مكان حتى الان، كل الشباب يحبوا يصوروا معاه ويحبوا يتكلموا معاه، فدي حاجه يعني في الحقيقه رمز من رموز الرياضه المصريه على مستوى، مش على مستوى مصر فقط. كابتن الخطيب ده المفروض ان هو كان يبقى من احسن لعيبه في على مستوى العالم كله، بس طبعا في التوقيت ده كان بلد قافله ما كانش فيه احتراف وقتها. بمناسبه دكتور حسن، واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي، فاكر ذكرياتك مع فريق الشمس؟ طبعا. الله يقدس روحه انيس عطيه، ده كان صاحب الفرقه وصاحب الكوره وصاحب الملعب. وانا هحكي لسيادتك يعني فريق الشمس برضه عشان الناس تكون يعني عارفه احنا بنتكلم، دي مجموعه من الاعضاء الرموز داخل النادي الاهلي مكونين فريق كده مع بعض وبيلعبوا كره قدم، والدكتور حسن مصطفى كان واحد من هدافين الفرقه برضه. لا، انا كنت واحد من الـ يعني بعد ما انيس مات الله يرحمه، كان كابتن اللي هو محمود حلمي ده كان مدير امن رئاسه الجمهوريه، وانا فكنا نعمل فرقتين، هو يلعب فرقه وانا في فرقه، ونحط الكالندر كده او النتيجه اليوم ده حصل مين اللي كسب، وفي اخر السنه بقى نشوف مين الكسبان نتائج. فطبعا لكن انيس كان الله يرحمه يعني كان هو صاحب الفرقه، وهو الامر الناهي في الفرقه، وهو اللي يلعب الناس وما يلعبش الناس. انا ادي لسيادتك يعني حاجه حصلت او موضوعين مهمين. يعني هو احنا كنا بنلعب سبت وثلاث وخميس كره قدم طبعا عشان فكان بيلعب كل الناس اللي هي بطلت كره قدم
بما فيهم صالح سليم وعبد الوهاب سليم وطارق سليم موجودين في فريق الشمس فريق الشمس وهو ده الكابتن انيس عطيه. فاحد المرات يعني مثلا نلعب سبت وثلاث وخميس كان يوم الثلاث لعبنا وناس كتير اتكلمت في الفرقه فانا هو بينهي اللعب يقول لك ثانك يو راح مخلص اللعب وجينا بقى ايه يوم الخميس فيوم الخميس بقى كل الناس الكبار الكابتن صالح سليم الكابتن طارق سليم الكابتن عبد الله سليم الكابتن سقراط الكابتن مراد نديم الناس الكبار وكان الكابتن خطيب بيجي الكابتن حسن حمدي بيجي والناس دي كلها. فاللي انا عايز اقوله ايه جه هو قدامنا كنا الكلام ده في شهر اغسطس فاغسطس بيبقى الشمس جامده جدا وخصوصا لما تبقى واقف فهو واقف قدامنا وقال معاه الكوره بتاعته في جنبه كده صاحب الكوره يا بهوات دي فريق الشمس وانا انيس عطيه وانا كابتن فريق الشمس وصاحب الفرقه واللي انا شايفه وانا الحكم واللي انا شايفه بحكم من وجهه نظري وساعات الكوره تعجبني اقول يا عداد احسب الكوره دي بجونين الكره تخش الجون وممكن اقول مش جون ما يطلعش خسران واخد بالك واللي عاجبه وهو احنا واقفين قدامه وهو واقف قدامنا كده واللي عاجبه على كده يلعب معايا يجي الناحيه راح قالب الناس كلها يجي الناحيه الثانيه وبيعيد الثلاث مرات ثلاث مرات ثانيه فالناس عايزه تلعب